أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله نواصل بإذن الله عز وجل هذه الرسائل ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول والسداد والتوفيق في هذه الحلقة سوف نقف مع رسالة عميقة جدا وهي رسالة التفكر. ما خلقنا الله عز وجل عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، هكذا قال المولى الكريم سبحانه وتعالى. ما خلقنا الله تعالى في هذا الكون عبثا، وإنما خلقنا لغاية محددة معلومة بينها الحق سبحانه وتعالى. ولذلك لا بد ان نتفكر في الاء الله ولا بد ان نتفكر في انفسنا ولا بد ان نتفكر في حركاتنا وسكناتنا ليس من باب العبث وليس صدفه ان ساق الله لنا رمضان وان جعله بكل هذه الفضائل والمزايا وليس من باب العبث وانما هذا توفيق وكرم من الله سبحانه وتعالى ان احيانا لنعيش هذا الشهر المبارك في هذه السنه نسال الله سبحانه وتعالى القبول والتوفيق نتفكر في ايات الله في هذا الشهر ونتفكر في عظمه الله عز وجل في هذا الشهر ونتفكر في عطايا الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر ونتفكر كيف ان نفوسنا تلين وكيف ان طباعنا تتغير وكيف ان اقبالنا على الله سبحانه وتعالى يزداد في هذا الشهر المبارك يحيي فينا الله عز وجل هذه الصفه او هذه الخصله او هذه النعمه نعمه التفكر فلنتفكر في ايات الله تعالى نتفكر في هذا الشهر المبارك نتفكر في آلاء الله سبحانه وتعالى رسالة التفكر الغاية منها الهدف منها أن تصحو قلوبنا أن تصحو هذه القلوب وأن تصحو هذه الضمائر وأن يكون هنالك اضطرار وفرار إلى الحق سبحانه وتعالى وصدق الله الذي قال: ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لاولي الالباب لآيات لاولي الالباب رمضان ليل ونهار وهو آيات لاولي الالباب نسأل الله سبحانه وتعالى ان نكون من اهل الالباب وان نكون من اولي الالباب وان نكون من اهل التفكر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته